تصدق رجل بدرهم في عشر رمضان وآخر بدرهم في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الأول اللي في رمضان. طيب الثاني اللي في عشر ذي الحجة. طيب استنى، تنازع رجلان عندنا الآن، أحدهما يقول اللي يتصدق في عشر ذي رمضان، والثاني يقول يتصدق في عشر ذي الحجة، إلى من نرجع؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ الله والرسول. رددناه إلى الرسول وجدناه يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إذن أيهما المصيب؟ من قال الذي تصدق بعشر الحجة أفضل؟ أسمعت يا أخي؟ بارك الله فيك. طيب رجل صلى ركعتين في عشر رمضان وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. والله هذا غريب على العوام، غريب على العوام. كيف تجعل العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان؟ هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في أشهر الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. Donasi dakwah Malang mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.